حسن إدارة الأموال من الدينة مسؤولية كتير كبيرة. على الأساس وصلنا لتوصيات من مجلس النواب إلى إدارة المشاريع إن كان بمجلس الوزراء ورئيس الوزراء وزارة أو في مجلس النواب والأعمال. التوصية الأولى هي أنه يكون في أولويات للمشاريع يلي بالشراكة مع القطاع الخاص، لأنه هيدي نعتبر أنه بتكون في عنا تأكد أنه المشاريع فيها جدوى وبذات الوقت فيها طريقة إدارة بالتطبيق أحسن. اثنين، التركيز على المشاريع يلي بتحفز لبنان يرجع يلعب دوره الأساسي بالترانزيت للعمق العربي، المشرق العربي، إن كان الأردن، سوريا والعراق. من هيك بدنا مثلاً ما شفنا كفاية مشاريع لنقل الحديد، نقل سكك الحديد أو التونلات اللي بتاخد إلى العمق البقاع. تالت توصية بعتبرها من أهم موضوع وهي لب الحديث، طلبنا أنه يكون في على من كل مشروع بده يتقدم لمجلس النواب ليتوافق عليه ثلاث أرقام، رقم الجدوى الاقتصادية للمشروع ككل على اقتصاد البلد، اثنين الأثر البيئي يتحدد برقم، يعني عمليا إذا كان هذا المشروع أساسي للبيئة يعني لازم ينعمل وإلا بنكون عم نهدد بصحة أبنائنا. اوكي، ثالث موضوع، ثالث بعد هو البعد الاجتماعي، كمان لازم يكون في نوع من ترقيم للمشاريع مع البعد الاجتماعي. إذا وصلنا على هالطريقة بالتعامل بين مجلس الوزراء ومجلس النواب بنحل مشكلة أساسية رفعها البنك الدولي، هو تأخير في القرارات يلي كلفتنا مليارات الدولارات في لبنان، يلي ضيعتنا أسمن شيء عندنا هو الوقت. في مشاريع كتير عم تتأخر لأنه مش عم ناخد قرارات فيها. نعتبر نحن بهذه الطريقة من التعامل بين مجلس الوزراء ومجلس النواب بيصير في عنا طريقة تسرع الأمور وبيصير في عنا أولويات للأمور حسب الأرقام لكل مشروع. بس تناخد فكرة قديش هالموضوع مهم، نحن فينا نعمل نمو اقتصادي مستدام في لبنان. المشكلة اللي عم نعاني منها اليوم ما في فرص عمل لأنه ما في نمو اقتصادي. فيها نخلق نمو اقتصادي مستدام في لبنان إذا بنوظف بالبنى التحتية بمشاريع ذو جدوى اقتصادية كبيرة. أنا بعتبر موجودين هالمشاريع من أصل 280 مشروع اللي مقدمة، في أولويات لازم نلاقيهم. شو هن المشاريع اللي عندهم الجدوى الأكثر، بعيدة عن السياسة، بعيدة عن أي محاصصة. الهدف واحد بده يكون النمو الاقتصادي، خلق فرص العمل، تطوير البيئة في لبنان، والخفف أو الرجع الاجتماعي. على الأساس رفعت جلستنا اليوم، ونتأمل أنه بالاجتماع بالأسابيع القادمة بنبلش نتعامل مع المشاريع اللي بدها تجي للتطوير البنى التحتية بهذه الطريقة. شكرا.